تيم كوك يهاجم نظام الأندرويد، وعام 2021 ربما يخسر هاتفاً عملاقاً. وهيا لنكشف عن تفاصيل ويندوز 11. أهلاً بك في نشراتك. نعلم جميعاً أن شركة هواوي تعيش أزمة كبيرة بسبب العقوبات الأمريكية، والشركة تقاوم بكل قوة. تقرير قادم من الصين يقول أن هواوي قد تتخلى عن طرح هاتف عملاق هذه السنة. إليكم التفاصيل. حتى هذه اللحظة لا معلومات عن تاريخ إطلاق هاتف هواوي P50. تأخرت الشركة الصينية مقارنة مع السنوات السابقة. التحليلات كانت تقول إن هواوي تؤجر المؤتمر بسبب أجندة مواعيد لديها ولأسباب فنية، لكن هناك شائعات جديدة تقول إننا قد نشهد لأول مرة في تاريخ شركة هواوي إلغاء إطلاق سلسلة رئيسية أخرى، وهي عائلة ميت 50، بسبب المشاكل مع الولايات المتحدة والعقوبات المفروضة. ففي هذه المرحلة من العام كان من المفترض أن يكون قد تم بالفعل الإعلان عن عائلة الأجهزة الرائدة P50 من هواوي، لكن مشاكل الشركة بسبب عمليات الحظر المختلفة التي أصدرتها الحكومة الأمريكية ضدها قد أثرت على هذا الإطلاق حسب أحدث التقارير الواردة من الصين. وحسب التقرير فإن هواوي سوف تضطر إلى تخطي سلسلة ميت 50، بحيث يمكنها تركيز جميع مواردها المحدودة على عائلة P50. فالموارد التي بين يدي الشركة قليلة من أشباه المواصلات والمعالجات، ولا تكفي لإطلاق السلسلتين هذه السنة. وإن حدث هذا الخبر المزعج لهواوي وعشاقها، فإنه سيكون الأول من نوعه منذ إطلاق السلسلة عام 2013. وفي حال لجأت الشركة إلى هذا القرار، فيمكن القول إنه خبر مؤسف. فسلسلة ميت كانت على مدار السنوات الماضية أجهزة رائدة ورائعة، كما أن هذه العائلة تتمتع بسمعة وشعبية أقوى من سلسلة P، كما أن هذا الأمر سيضعف التنافس في السوق. وربما بشكل أو بآخر نرى تراجعا في أداء شركات أخرى بسبب غياب المنافسة التي يستفيد منها المستهلك، فالتنافسية تؤدي إلى استفزاز العقول كي تقدم الأفضل. جاءت هذه الأخبار بعد تقارير تكلمت عن قرب انتهاء الشراكة بين هواوي وشركة لايكا الألمانية والتي تعمل على تطوير كاميرات هواتف هواوي، وأن لايكا تتجه الآن إلى عقد شراكة مع شركة شارب. ولم تعلق الشركة رسميا حتى اللحظة حول هذه الأنباء، وسط تفاؤل من محبي الشركة بعودتها بقوة قريبا. رئيس شركة أبل خرج في مقابلة وشن هجوما قويا وصعبا على نظام الأندرويد، ووجه اتهامات كبيرة. فأين أنت أيها الأندرويدي لترد على تيم كوك؟ مقابلة مدتها نصف ساعة. وقف رئيس شركة أبل تيم كوك ليهاجم نظام أندرويد ويتهمه بأنه المكان المناسب للتطبيقات الخبيثة. تيم كوك أعلن معارضته لفكرة التثبيت الخارجي للتطبيقات، وقال إن هذا النوع من التثبيت هو المشكلة الأمنية الأساسية اليوم في عالم الهواتف الذكية. ثم عاتب السيد كوك نظام أندرويد وقال إنه يعاني من برمجيات خبيثة أكثر، وهو يسمح بالتثبيت الخارجي للتطبيقات، لذا فالأمر الأول ناتج عن الثاني. وقارن كوك بين نظامي أندرويد وآي أو إس، قائلا إن نظام التشغيل التابع لأبل مصمم بطريقة تجعل هناك متجرا واحدا للتطبيقات، ويتم مراجعة جميع التطبيقات قبل طرحها على المتجر. وأضاف أن الشركة وضعت آلية للخصوصية وحماية المستخدم، حيث وضعت أبل علامات واضحة لأذونات التطبيقات وشفافية لتعقب التطبيقات، مما يرغم الأشخاص على الحصول على إذن للتعقب عبر عدة تطبيقات. وسبق لتيم كوك أن ادعى أن هواتف أندرويد تصاب بالبرمجيات الخبيثة أكثر ب47 مرة من نظيرتها بنظام آي أو إس. شركة جوجل لم ترد على تصريحات كوك، لكنها تتفاخر أن نظام تشغيلها مفتوح المصدر ويمنح المستخدم حرية كاملة، كما أنها خصصت متجر جوجل بلاي لتحميل التطبيقات والألعاب تحت إشراف أمني قوي من جوجل نفسها، التي دائما ما تحذر من تحميل التطبيقات من طرف ثالث مجهول. فما ردك على تصريحات رئيس شركة أبل؟ الإعلان عن نظام ويندوز جديد حدث كبير جداً لا نراه كل عام. في هذا التقرير سوف نستعرض لكم أهم المعلومات المتوفرة عن نظام ويندوز 11 القادم.
تستعد شركة مايكروسوفت العملاقة للكشف عن جديدها في نظام التشغيل الأول لأجهزة الكمبيوتر، والحديث هنا عن نظام ويندوز 11، حيث كانت تنوي الشركة إطلاق نسخة جديدة من نظام ويندوز 10 الحالي باسم ويندوز 10X لدعم الأجهزة ذات الشاشات الثنائية، لكنها فضلت إلغاء المشروع والتوجه نحو إصدار جيل كامل جديد من الويندوز. ولحسن الحظ أطلت علينا عدة إصدارات ببعض التسريبات عن شكل وملامح نظام ويندوز 11. بداية مع شكل واجهة المستخدم، تم تغيير موقع أيقونة ابدأ رفقة المهام السريعة ونقلها إلى المنتصف في مكان يبدو غريبا وغير مألوف لمستخدمي ويندوز تاريخيا، وهذا الشكل يبدو مطابقا لما تم تسريبه في إصدار ويندوز 10X الملغي. لكن لا تقلق، إذا كنت غير معجب بمكان الزر الجديد يمكنك إعادته للجهة اليسرى أو اليمنى كما في النسخ السابقة. كما تم تغيير مظهر قائمة ابدأ بالكامل. القائمة المحدثة هي نسخة مبسطة لما هو موجود حاليا في ويندوز 10 بدون أيقونات متغيرة، وتتضمن التطبيقات المثبتة والملفات الحديثة والقدرة على إطفاء الجهاز أو إعادة تشغيله بسرعة. ويبدو أن مايكروسوفت تتجه أيضا لاستخدام الزوايا الدائرية، حيث تظهر في قوائم التطبيقات ومتصفح الملفات وكذلك قائمة ابدأ. يمكننا أيضا ملاحظة أيقونة جديدة في شريط المهام، وتبدو مخصصة للأدوات المختصرة والجيتس، ويبدو أنها مصممة لتنزلق وتوفر وصولا سريعا إلى الأخبار والطقس ومحتويات الإنترنت الأخرى. تم إضافة خيارات ووسائل جديدة لترتيب وتنظيم النوافذ، ستجدها عند الضغط على زر تكبير النافذة. الآن يمكنك بسرعة محاذاة النوافذ جنبا إلى جنب أو ترتيبها في أقسام على سطح المكتب. أما متجر ويندوز فلم توضح التسريبات الأولية أي تغيير فيه، يبدو مشابها جدا لما كان عليه في ويندوز 10، علما أن بعض التقارير تحدثت عن نية شركة مايكروسوفت بإحداث تغيير كبير في المتجر، بالإضافة إلى دعم المطورين وإتاحة الفرصة لاحتواء أكبر عدد ممكن من التطبيقات الملائمة للويندوز. وبالإضافة إلى تغييرات واجهة المستخدم، أضافت مايكروسوفت مجموعة جديدة من الخلفيات لسطح المكتب تبدو أجمل من إصدارات ويندوز السابقة. الشركة زودت اهتمامها بالخلفيات ذات النمط الليلي أو المظلم. الخلفية الرئيسية تأتي بوضعية فاتحة وداكنة مع ما يشبه قطعة قماش مجعدة. كما تم تغيير شاشة تشغيل الويندوز وإضافة صوت جديد. وبالطبع يجب التنويه إلى أن هذه تسريبات أولية، يمكن أن تقوم الشركة بتعديل بعض الأمور قبل الإعلان الرسمي. على صعيد الأداء، هناك ما يدعو للتفاؤل أن أداء ويندوز 11 يفوق سابقه ويندوز 10 بمراحل. أحد اليوتيوبرز يدعي أنه حصل على نسخة رسمية للنظام الجديد من مايكروسوفت، ونشر مقطعا مفصلا يختبر فيه قدرات الويندوز الجديد مع مقارنة أدائه بأداء ويندوز 10. وأظهرت اختباراته على عدة منصات شهيرة لاختبار السرعة تفوقا ملحوظا لويندوز 10 من حيث سرعة تشغيل الجهاز واختبارات المعالج وكارت الشاشة وكسر السرعة وسرعة القراءة والكتابة وكذلك درجة الحرارة. ستعقد الشركة حدثا خاصا للكشف عن نظام ويندوز الجديد في 24 من يونيو تحت إعلان تشويقي الجيل التالي من ويندوز، وبالتأكيد نتوقع الكشف عن مميزات أخرى لم يتم تسريبها. سؤال الأسبوع كان لمتابعينا عن رأيهم بتصميم هواوي بي 50، وهل ستخطط للحصول عليه كتجربة جديدة لنظام هارموني؟ تستعد هواوي للكشف عن هاتفها الرائد المرتقب بي 50، والجميع يترقب وصوله كأول هاتف يعمل بنظام هارموني 2.0 من الشركة، حيث أعرب متابعو رقم تي في عن إعجابهم بتصميم الجهاز، خاصة شكل الكاميرا الخلفية الذي أعطاه جمالية واختلافا عن بقية الأجهزة المتوافرة حاليا في السوق، فقد وصفه أحدهم بتصميم إبداعي خارج الصندوق. ويرون أن فئة بي من الشركة دائما تتميز بالتصميم العصري، وهو أجمل ما تقدم هواوي في كل عام. أما بالنسبة لهارموني فقد استحوذ على الحصة الأكبر من التعليقات، حيث ينتظر المتابعون الجهاز لتجربة النظام المنافس للأندرويد والذي يقلل من احتكارية جوجل في الهواتف ولو بنسبة ما. والأخير قال: السعر بكل تأكيد سيلعب دورا بارزا في نجاح السلسلة القادمة بدون خدمات جوجل. ختاما، لمن يود مشاهدة تقريرنا المفصل عن تسريبات هواوي بي 50 يمكنك زيارة الرابط في الوصف أسفل الفيديو. الفائزون الخمسة بمسابقة أجمل صور لهذا الأسبوع.
للمشاركة في المسابقة تابعونا كل يوم اثنين في منشور خاص على فيسبوك. والآن أهم الأخبار. تقرير يكشف عن عمل فيسبوك على ساعة ذكية تحتوي على مستشعر ضربات القلب وتعقب للصحة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية وخلفية يمكن فصلها عن الساعة واستخدامها بشكل منفصل. شركة مايكروسوفت تكشف عن ثلاجة إكس بوكس، ويبدو تصميمها مطابق مع جهاز إكس بوكس الجديد، والثلاجة سوف تتوفر للبيع نهاية هذا العام. شركة إنفينكس تعمل على هاتف جديد سيأتي مدعوماً بشحن سريع بقدرة 160 واط، وظهر الهاتف الغامض مزوداً بمستشعر كاميرا خلفية كبير. تقرير يقول إن هاتف مي ميكس 4 سيكون أغلى بكثير من شاومي مي 11 ألترا، وبسبب دعمه لكاميرا أمامية أسفل الشاشة. جالكسي زد فولد 3 قد يأتي بكاميرا أسفل الشاشة ومستشعر بصمة مدمج، وذلك حسب براءة اختراع جديدة من سامسونج. ومع هذا الخبر الأخير، ياباني يبتكر كمامة مصنوعة من الخبز، فإذا شعرت بالجوع يمكنك تناول بعضها. لايك وشير لدعمنا، ولا تنسوا مشاهدة باقي حلقاتنا. نلقاكم الأحد القادم، إلى اللقاء.